مساء الخير. امشي على غيم كانون ولا تمشي على غيم شباط، هيك بيقول المثل. ضغط جوي منخفض مصحوب بكتل هوائيه بارده. كثير منردد هالجمله بهالايام، بس شو يعني الضغط الجوي؟ هو وزن الهواء الموجود فوق منطقه معينه، وبلبنان وقت نقول ضغط جوي منخفض يعني شتاء وبرق ورعد، وقت نقول ضغط جوي مرتفع يعني شمس وشوق. بالعودة لطقسنا شتوي متقلب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مع حرارة معتدلة على الساحل ومنخفضة على الجبال. الرطوبة عالية، البحر متوسط الموج وحرارة 118 درجة. ليلة طقسنا غائم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتساقط أمطار خفيفة ببعض المناطق الجبلية. لبكرة الأربعاء طقسنا غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وتكون ضباب كثيف على المرتفعات وتساقط أمطار اعتبارا من بعد الظهر وثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، خاصة بالمناطق الشمالية. نسبة تساقط الأمطار بحصبية من أيلول حتى اليوم 600 مليمتر، السنة الماضية 640، والمعدل العام لآخر شباط 720 مليمتر. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي راح تسجل الليلة على الساحل 12، على المرتفعات 6، بالبقع 5، وبالأرز درجة تحت الصفر. نبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي راح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية مثل رحبة 16 درجة، 17 بالبداوي، حصرون 6، العقورة 7. إذا مع تساقط أمطار بكافة المناطق، بيت مري 16، بيروت 18، شطورة 13، ومشغرة 14 درجة. الرطوبة بتتراوح بين 60 و80%، حرارة سطح المي 18 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 10 و25 كيلومتر بالساعة. الرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف راح يكون طقسنا لبكرة واليومين يلي جايين؟ نهار الأربعاء بتتراوح بين 12 و18 درجة مع تساقط أمطار، الخميس بين 11 و18، والجمعة بتتراوح بين 12 و19 درجة. نبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، وبنبدأ جولتنا مع الدوحة و25 درجة، القدس 15، طرابلس 18، الجزائر 11 درجة، وبننهي الجولة مع روما 12 وبرلين 3. وهون ممكن وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.